في الاكس ام ال اللي احنا اخدناه، اسف، في الجيسون اللي احنا اخدناه دخلنا فيه اكتر من موضوع، وعرفنا تقريبا كل الانواع في المثال اللي قدامنا. لكن هعمل مثال اخر مشهور، هغير يعني حاجات بسيطه في المثال ده، لان احنا في الغالب بنبقى عايزين نشيل مش موظف واحد، ده اوبجكت لموظف واحد. احنا عايزين نشيل مش اوبجكت لموظف واحد، احنا ممكن يكون عندنا الكلام ده بيتكرر مع كل الموظفين، وبالتالي احنا عايزين يعني يبقى شكل اخر او تصنيف اخر يقدر يشيل مجموعه من الموظفين بذلك الاستراكشر او بهذا البناء يعني. وبالتالي انا هاجي كده مثلا او اعمل سيف اس واعمل فايل تاني، هغير في الفايل ده حاجه بسيطه. انا بالنسبه لي كل ده هو عباره عن يعني وان انكلي، وبذلك انا هبدا اعمل الملف الجديد. هعمل كده ومقايل بص انا جوه الاوبجكت ده هعمل حاجه اسمها employees، تمام، ودي بتساوي تمام employees، وقايل دي بتساوي ايه بقى؟ قلت له دي الانكليز دي ليست او اري يعني، قمت عامل كده اقواس اري، اقواس لاري. بقى عندي اوبجكت تمام، والاوبجكت ده جواه اتريبيوت اسمها انكليز، هي عباره عن مجموعه او ليست اوف انكليز، يعني مجموعه من الموظفين، تمام، مجموعه من الموظفين. وبالتالي اول موظف هم عامل بيست بقى اللي انا كنت واخده، اول موظف بالنسبه لي اللي هو الاخ ده، تمام، ادي اوبجكت اهو اللي هو النيم والجوب والسالري والميل والبيست ديت ومش عارف ايه مش عارف مش عارف. ده كده بالنسبه لي من اول لغايه اخره ده وان اوبجكت، اوبجكت واحد على بعضه كده. عايز اعمل منه اوبجكت تاني يعني موظف انذر يعني بلي، هعمل يعني موظف، هعمل موظف اخر، اخدت من ده كابي الموظف ده وتعامل كوما يعني و، ده كده موظف على بعضه، اوبجكت على بعضه بكل تفاصيله بكل اللي فيه، عامل بيست عشان اشتغل عليه كموظف اخر. وغير بنات، ناخد كده واحد منكم مثلا عبد القادر الحربي، قمت قايل ماشي تيم ليدر مثلا، غير اي داتا، اي داتا، بحيث ان احنا نقول ان ده يعني عباره عن يعني انذر انكلي. وكده بقى عندي الانكليز مش واحد، الفكره بقى اختلفت تماما. ده عندي اوبجكت بس جواه امبلويز، الامبلويز دي اري فيها اول امبلوي، الامبلوي الاولاني مكون من حاجات متداخله، في عنده الاول النيم ده اوبجكت، الجوب ده سترينج، السالري ده نمبر، الميل ده بوليان، بيرث ديت ده نال، الفون اري، البروجكتس اري اوف اوبجكتس، array of objects، كل ده كل دول عباره عن one object جوه الانكليز. بعد كده تبدأ تاني تعمل another ايه؟ another object اديته name برضه object الى اخره بنفس الاستراكشر اللي فوق. طبعا اقدر اعمل يعني موظف ثالث ورابع وخامس وعشرين، فاكني مش بشيل يعني الناس اللي فاهمه الداتابيز او اللي عندها باك جراوند ده مش تيبل،
ده يعني شايل بلوه كبيره، مجموعه تيبلز ببعض ومنسقه وريليشنز ومظبطه. يعني مثلا دي تتعمل في الداتابيز تيبل وليها ريليشن وليها قصه، ودي كذلك. بس هنا رغم البساطه رغم القوه، رغم البساطه رغم الايه؟ رغم القوه الموجوده في ملف الجيسون ده. انذر يعني فايل غرض منه بس ان احنا كنا نشوف يعني العنان تطلق لغايه فين، ويعني وممكن نقدر نعمل بيه ايه. طبعا ده كله جوه الامبلييز، يعني انا ممكن ده كله بالنسبه لي امبلييز، يعني ممكن لو جاي اعمل كوما ومعمل حاجه ثانيه خالص جوه نفس الفايل غير الامبلييز خالص. تمام، دي الامبلييز ليست مش مشكله عندي فيها. تمام، ممكن اعمل مثلا مثلا حاجه اسمها بيرول مثلا، اللي هي الرواتب مثلا. خلاص، وابدا في الرواتب اعمل اوبجكت واشتغل بقى واعمل ديسكريبشن كامل للبيرول بتاعتي ونظام. ممكن اعمل كوما تاني واعمل حاجه ثالثه واربعه وعشره كده. انت فتحت الدنيا على الاخر في ملف الجسم، ملف قوي في امكانيات قويه جدا. يعني كده بالشكل ده كده اكنك عامل داتابيس كامله بقى مش تيبل. ده انت ده اصلا شايل مجموعه تيبلز، وده ممكن يكون شايل مجموعه تيبلز. يعني فالملف قوي جدا رغم البساطه اللي بدا بيها، لكن ممكن تقدر تشيل حاجات قويه جدا. ده كانت ايه يعني ليفل تاني او اطلاق عنان لملف الايه؟ الجيسون.